بداية خير، بداية عام مليء بالإيجابية والتفاؤل والطاقة نحو العمل ومواصلة البناء على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكلي، على مستوى الوطن، على مستوى البلد. منطلقنا في هذا المساء الحديث انطلاقا من مقال لكاتب صحفي تحدث فيه عن الإيجابية بعنوان عمان تستحق. ضيفنا في أولى هذه المحطات والحديث عن المؤشرات الإيجابية التي سنحملها معنا للعام القادم أو العام الحالي، نحن الآن في العام 2023. ضيفنا الكاتب الصحفي سيف بن عبد الله النعبي، كاتب في الشؤون المحلية. نمسي عليك بالخير وكل عام وأنتم في صحة وسلامة. مساء الخير أستاذ علي، ومساء الخير للمشاهدين الكرام، وكل عام وأنت طيب. يا مرحبا. المقال الذي جاء بعنوان عمان تستحق فيه شحنات من الإيجابية، شحنات من الطاقة. ما أهمية الإيجابية مع بداية هذا العام، وما هي أيضا أبرز المؤشرات الإيجابية التي ننطلق فيها من العام الماضي؟ في البداية نتمنى أن يكون عام حافل بالإنجازات للجميع إن شاء الله تعالى. طبعا المقال كان بعنوان عمان تستحق، وهو يعني يتحدث عن حالة الإيجابية التي ينبغي أن تصاحبنا خلال مسيرة العمل المجتمعي، خلال مسيرة العمل التنموي في السلطنة. يمكن في العام 2022 عايشنا الكثير من التحديات، الخروج والتعافي من جائحة كورونا، وايضا يعني الركود الاقتصادي النسبي اللي تاثرت فيه السلطنه الى جانب دول العالم، والحروب ايضا على أيضا المستوى العالمي والاقليمي. يمكن الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت ايضا في الجانب الاقتصادي بشكل بعيد. صحيح. يعني لكن مع ذلك انا اعتقد انه السلطنه قدرت ان تتعامل مع هذا الملف بصوره ايجابيه ومثاليه جدا، قدرت ان تتناغم ايضا مع المؤشرات العالميه، وأن توجد جانب من الإيجابية التي ينبغي أن تتعامل معها، واللي استطاع الرأي العام حقيقة أن يكونها، ويعني تلامس مستوى معيشته خلال السنة المنصرمة، وأيضا يعني تدعو للتفاؤل والإيجابية خلال العام القادم بإذن الله تعالى. صحيح. كانت هناك مؤشرات إيجابية، على سبيل المثال انخفاض الدين العام، تحقيق فائض في العام الماضي، أيضا ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وعدد من المؤشرات الإيجابية. إلى أي مدى يمكن الاتكاء على هذه المؤشرات الإيجابية ونحن نمضي الآن في هذا العام الجديد؟ طبعا الميزانية العامة للدولة اللي يعني صدر فيها المرسوم السلطاني السامي، يعني أنا أعتقد أنه حملت يعني جملة من المؤشرات، يعني اللي أنا أعتقد أنها ستلامس البعد الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. يمكن مثل ما تفضلت، انخفاض المديونية، تحقيق فائض نسبي، أيضا ارتفاع التصنيف العام للسلطنة. أنا أعتقد هذه مؤشرات إيجابية على البعد الاقتصادي. هذه أبرز مؤشرات العام الماضي. بالفعل يعني يمكن العام المنصرم كان التعامل مع الوضع الاقتصادي أكثر يعني دقة، نتيجة الوضع اللي تحدثنا فيه قبل قليل، الوضع الاقتصادي العالمي اللي تأثرت فيه السلطنة إلى جانب دول العالم. أنا أعتقد هذه المؤشرات بتحمل طابع إيجابي خلال العام القادم، من خلال ملامسة البعد الاجتماعي للمواطن بشكل عام، توفير عدد يمكن 135 ألف مثل ما أشارت يعني الميزانية وظيفة بالسلطنة. أنا أعتقد يعني هذا سيعطي استحقاق وطني وبعد اجتماعي أشمل خلال يعني العام القادم بإذن الله تعالى. بما أنك أشرت للموازنة التي صدرت اليوم، موازنة العام الجديد، فيها أيضا زاوية إيجابية، هي أيضا تخصيص تقريبا 8% من قيمة هذه الموازنة للمشاريع الاستثمارية. في ظل كل هذه التحديات لا زال العمل على المشاريع الاستثمارية وأيضا المشاريع التنموية، أهمية هذا الجانب كذلك؟ الجانب الاستثماري أنا أعتقد يعني التركيز على الجانب الاقتصادي في أي دولة يعني هو الفيصل أو المحكم اللي تستطيع الدولة أن تنطلق من خلاله. كل يعني دولة يعني قادرة اقتصاديا على التعامل مع ملفاتها، الاقتصاد هو الفيصل، هو الحكم في هذا الجانب. يعني أنا أعتقد أنه الميزانية بإيجاد جانب استثماري لها يعني في العمل الاقتصادي الحكومي يمكن يعطي بعد يعني إيجابي، يعني من خلال أيضا
الحاجة إلى تنمية المحافظات خلال الفترة القادمة، البعد عن المركزية اللي دعا إليها جلالة السلطان. هذه محاور ربما يعني لها دور كبير ومؤشر إيجابي يعني ستنطلق من خلال السلطنة لمزيد من العمل التنموي في شتى محافظات السلطنة بإذن الله. قبل أيام قليلة شهدنا استحقاق على المستوى المجتمعي وفيما يتعلق بانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، مشاركة ويعني حضور لأعضاء المجالس البلدية، تمكين من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، أيضا إشادة واهتمام بدورهم ودعوة المحافظين أصحاب السعادة لإشراك الأعضاء أعضاء المجالس البلدي في تنمية هذه الولايات والمحافظات، أهمية هذا الدور أيضا. أنا أعتقد الفترة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان ستكون يعني مختلفة عن المرحلة الأولى والثانية. الفترة الثالثة يمكن ستكون أكثر ديمومية في العمل التنموي المحلي من خلال يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل تنمية المحافظات، أيضا اعتماد ميزانية مستقلة لكل محافظة ستتمكن من خلاله يعني إلى إنجاز المشاريع التنموية الغير رئيسية، لأن المشاريع الرئيسية هي مدعومة بشكل عام من المؤسسات الأخرى. أعتقد أنه أعضاء المجلس البلدي في الفترة الثالثة يعني ربما سيكونوا أقرب للناس، أقرب لنطاق الولاية في تلمس هذه الاحتياجات، وأيضا القدرة على الانتقال بولاياتهم لمستوى أشمل من الرفاه الاجتماعي من خلال ضخ يعني العديد من الإنجازات، الإسهام أيضا في تبني أفكار تنموية شاملة. أعتقد أستاذ علي أنه المجالس البلدية في سلطنة عمان خلال الفترة الثالثة مطالبة بعمل وحراك وطني أشمل وأوسع مما كانت عليه خلال الفترة الثانية والأولى. لماذا؟ لأن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه استطاعت أن تمكن هذه المجالس البلدية، استطاعت أيضا أن تدعمها على المستوى المادي والمعنوي. عايشنا حقيقة يوم وطني استثنائي لامسنا في البعد التقني من خلال الانتخابات. هذه يعني أنا أعتقد أنها إنجاز متفرد، يعني ربما يعني سنعايش أيضا إنجازات أشمل وأوسع خلال العام الحالي. هناك جهود الآن تبذل في مسار وطريق التحول الرقمي، استخدام التطبيق تطبيق أنتخب في هذه العملية الانتخابية إلى أي مدى يشكل يعني خطوة على المسار الصحيح نحو هذا التحول الرقمي؟ هو طبعا ربما يعني بعض الجوانب التقنية والآلية ربما تكون حديثة وجديدة العهد على المواطن بشكل عام، ولكن يعني صار العالم يتحدث بلغة التقنية، وبالتالي احنا كنا مطالبين انه نتعامل مع هذا الواقع يعني بصورة إيجابية ومثالية، نتقبل حقيقة. ربما يعني معايشتنا لانتخابات المجالس البلدية بالبرنامج اللي ذكرته وتفضلت فيه، وأيضا تشكر عليه وزارة الداخلية الموقرة بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات والعديد من المؤسسات، شرطة عمان السلطانية، مركز الدفاع الإلكتروني أيضا. مركز الدفاع الإلكتروني نعم. فأعتقد أنه يعني هذه سانحة إيجابية بتعطي بعد تنموي شامل. أنا أعتقد أنه انتخابات مجالس الشورى خلال هذا العام إن شاء الله تعالى أيضا ستلامس هذا الجانب. كل هذه المحاور هي محاور يعني هادفة، الهدف من خلالها يعني إبقاء السلطنة على مصاف الدول المتقدمة بإذن الله تعالى. ونحن نتحدث على الإيجابية والتفاؤل، أيضا من المؤشرات الإيجابية في الموازنة والميزانية العامة للدولة هي أنه الإيرادات غير النفطية أيضا ارتفاع مشاركتها يعني أكثر من 30% تقريبا. أهمية الابتعاد عن الذهب الأسود في هذه الإيرادات. طبعا يعني تنويع مصادر الدخل ربما هو مطلب يعني قديم العهد، لكن السلطنة استطاعت خلال السنوات الماضية من التعامل معه بحرفنة. ربما تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام بقطاع السياحة، الاهتمام بالقطاعات التنموية قلب رؤوس الأموال، استقطاب الاستثمارات الخارجية كان لها دور. شاهدنا الحراك يعني الوطني الواسع لجلالة أهل البلاد المفدى.
أنا أعتقد هذه كلها ستسهم إسهام إيجابي أستاذ علي إن شاء الله تعالى في رفض الرفاه الاجتماعي اللي ننشده جميعا. يمكن إحنا محتاجين حقيقة إلى بث جانب إيجابي يعني خلال الفترة القادمة، نحتاج إلى توسيع يعني النظرة التفاؤلية لدى الرأي العام. أعتقد الجميع مطالب بهذا الجانب، وربما يعني وسائل الإعلام تلعب دور كبير وأنتم ما مقصرين. الرأي العام دائما يركز على الرفاه الاجتماعي، وهذا من يعني مطلب. يمكن تابعنا بعض تفاصيل الميزانية العامة للدولة اللي تركز على البعد الاجتماعي أكثر مما هي عليه خلال السنوات المنصرمة. من المحطات المنتظرة أيضا مسألة أو الجانب التشريعي، الآن هناك العديد من القوانين بالفعل. مشروعات القوانين أيضا تنظر من خلال مجلس الشورى بالفعل. وكذلك مجلس عمان، وهي بانتظار الصدور لربما في العام الحالي العام الجديد 2023. أهمية هذا الحراك على مستوى التشريعات أيضا. طبعا أنا أعتقد عام 2023 يعني بيشمل مثل ما تفضلت بعض التشريعات والقوانين، عند قانون العمل، قانون التعليم، وأيضا قانون الإعلام اللي يأخذ مراحله التشريعية. فأنا أعتقد يعني هذه الجوانب هي إيفاء من الحكومة رشيدة والجهات المعنية بالانتهاء من هذه الملفات، لأنه حقيقة قانون العمل ربما صار الانتظار له طويل، قانون التعليم أيضا. فأعتقد عام 2023 سيحمل في طياته يعني هذه التشريعات إلى جانب العديد من القوانين اللي يتم التعامل معها في الوقت الراهن. الرؤية، رؤية عمان 2040، كان منطلقها الشراكة المجتمعية، وأنها جاءت من المجتمع، وهي أيضا جاءت لخدمة المجتمع. الآن ما هي الأدوار المنتظرة من المجتمع ومن المؤسسات أيضا؟ طبعا هو التنسيق الدائم بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المعنية يعني له دور كبير في تحديد الأهداف والأولويات. أنا أعتقد السلطنة بخروجها من يعني الملفات الصعبة خلال عام 2022 وما سبقه أيضا، يعني يعطي سانحة وملمح إيجابي في أنه عمان، سلطنة عمان قادرة على التناغم، قادرة على التفاعل. صحيح. مع كل هذه المحاور، وهذا يعني يدعونا إلى شراكة مجتمعية ولحمة وطنية أشمل خلال الفترة القادمة. عام 2023 بإذن الله تعالى أستاذ علي سيحمل في طياته الكثير من بشائر الخير. ربما البعد الاجتماعي هو الأشمل، وهذا أنا أعتقد الميزانية ركزت عليه كثيرا. فالمشاركة المجتمعية يعني تلعب دور كبير جدا في الحراك المجتمعي في إنجاز يعني الكثير من الملفات على المستوى المحلي بإذن الله. من الدلائل على استمرار الدعم للملفات الاجتماعية هي أنه جزء كبير من المصروفات ذاهب لقطاع الصحة، لقطاع التعليم، للإسكان وغيرها من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر. فأهمية استمرار مثل هذا الدعم لهذه القطاعات. هو طبعا قطاع الصحة وقطاع التعليم، قطاع الإسكان الاجتماعي، ربما قطاع التنمية الاجتماعية أيضا. صحيح. أنا أعتقد هذه من القطاعات الأقرب للمواطن للرأي العام، وبالتالي دائما التركيز عليها أكثر من غيرها يعني. لكن ربما التعامل مع كل الملفات الوطنية حاضر، لكن يبقى دائما حديث الناس حديث الشارع، يتجه دائما باتجاه يعني الخدمات واللي تلامسه. فقطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الإسكان، قطاع التنمية الاجتماعية هي الأربع المحاور الأقرب للناس يعني بشكل عام. طيب الآن في نهاية هذا الحوار في سؤال أخير، هناك أهمية قصوى للتخطيط على مستوى الدول، على مستوى المؤسسات، لكن ماذا عن الأفراد؟ أهمية التخطيط في بداية كل عام للمشوار، مشوار السنة القادمة. هذا موضوع التخطيط ربما يكون موضوع كبير حقيقة، يحتاج إلى إسهاب في الحديث حوله. لكن أنا أعتقد دائما أستاذ علي النظام والإيجابية تولد نجاح. متى ما كان الإنسان لديه تخطيط في حياته ولديه نظرة إيجابية استباقية، يعني لو تحديد في أهدافه في الحياة، أيضا معرفة الأولويات، ما هو الأهم وما هو المهم. أنا أعتقد هذه كلها عوامل مساعدة يعني نجاح الأفراد اللي يبنى من خلاله نجاح المجتمعات ونجاح الدول. ويعني الأمم والشعوب لا تبنى إلا بسواعد أبنائها في نطاق الحياة العامة بشكل عام. نتمناها عام خير على الجميع، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات، وفي الصورة العامة على مستوى بلدنا الحبيب، على مستوى سلطنة عمان. كل الشكر لك الفاضل سيف بن عبد الله النعبي،
كاتب في الشؤون المحلية، كل الشكر لك. شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين الكرام، وأتمنى إن شاء الله نكون عام حافل بالإنجازات بإذن تعالى على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني بإذن الله. بإذن الله، نتمنى كل التوفيق لجميع الخطط، واللي ما تنفذ مشاهدينا في العام الماضي ممكن نرحله للعام القادم، وأن تستمر هذه الجهود وهذه الطاقات الإيجابية مثل ما أشار ضيفنا فيما قالوا بعنوان عمان تستحق، وهي دائما تستحق منا كل الخير. في القادم محطات أخرى من برنامجكم من عمان، فكونوا دائما على الموعد.